مهرجانات ومعارض دايما مستمره على مدار السنه بلبنان، وهذا الشيء بيميزه اكيد، وهذا الشيء اللي بنفتخر فيه دايما. هالمره كمان بيروت ارت فير عم يرجع يطل علينا، واليوم حبينا نركز اكثر عليه ونعرفكم لانه رح يتم افتتاحه بخلال هالاسبوع مع احد منظمي بيروت ارت فير باسل دلول. صباح الخير باسل. صباح النور، كيف واهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. نحن بانتظاره هالمعرض لانه كل سنه بنحب اكيد نكون موجودين فيه لحتى نشوف قديش فعلا في اعمال كثير هيك متنوعه، اذا فينا نقول على صعيد الرسم، على صعيد النحت، على صعيد الانستليشنز، وعلى صعيد التصوير أكيد. اللي هو كمان جزء اساسي واللي بيخلد كل الذكر، كل ذكرى كمان بتمرق بحياه كل فنان من هالفنانين. خلينا نعرف المشاهدين اليوم اكثر شو رح يتضمن بيروت ارت فير وامتى رح يكون توقيته. توقيت لبيروت ارت فير بدي من 19 الشهر نعم لغايه تقريبا 23 سبتمبر نعم. حيكون في 4 أيام مرصوصين مزبوط. في عنا تقريبا 55 جاليري جاي من جميع أنحاء العالم، 22 بلد. في عنا 250 فنان نعم. وفي يمكن تقريبا فوق 1600 عمل فني. إيه. فعلا هيدا الشيء هيك واحد بيفتخر فيه لأنه مثل ما عم تقول مرصوص مرصوص أكيد. يعني واحد يلحق حاله بده ينزل يشوف كل هالأعمال، بده وقت كمان طويل ليستمتع فيهم. أكيد أكيد هو 3 أيام رح يكون موجود، فإن شاء الله تستمتعوا كتير فيه. إن شاء الله أكيد أكيد. نحن أكيد نازلين على الافتتاح وهذا الشيء أوريدي حاجزينه، نحن حاجزين حالنا لأنه فعلا نحن بانتظاره، وكل سنة عم نستمتع كمان بهالبيروت أرت فير لأنه كل سنة في شيء جديد وكل سنة في فنانين عم يثبتوا طاقاتهم أيضا. بس هون لما بنحكي عن هالجاليريات اللي عم بيكونوا موجودين من كل أنحاء العالم يعني، وعدد كمان كثير كبير من الفنانين اللبنانيين طبعا، قديش عم بيكون في كمان، كيف رح يكون الدمج، كيف رح يكون التوزيع، شو ابرز الامور الفنيه والاعمال الفنيه اللي رح تكون موجوده؟ طبعا اكيد في تركيز على الفنانين اللبنانيه وعلى الجاليريز اللبنانيه. تقريبا بدك تقولي ثلث من الجاليريات اللي موجودين حيكونوا موجودين من البلد نعم. بس برضو كمان عندنا فنانين جايين من الصين، من امريكا، من امريكا اللاتينيه، من افريقيا، من الهند، من باكستان، من فرنسا. فمجمعينهم كلهم يعني. هالسنه هذه تاسع مرحله للبيروت ارت فير نعم نعم، وان شاء الله حتكون مرحله كثير 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 ممتعه لكل اللي بيجوا بيزورونا بالسي سايد صحيح بالسوليدير نعم. وبرضه كمان في تنسيق ما بين البيروت ارت فير والبيروت ديزاين فير، اثنيناتهم معمولين بذات الوقت نعم. بنفس المباني تبعت السي سايد، مجاورين لبعض، فهذا شيء بالسي سايد على الووتر فرونت على الووتر فرونت بالضبط نعم. اللي كان سابقا بيال نعم صحيح. هون كمان باسل اذا بدنا نركز على الاوقات كمان، من اي ساعه لاي ساعه رح يكون المعرض؟ هن عامه في جدول موجود واحنا نعم. حنحطه على السوشيال ميديا كله، بس عامه من بعد الظهر لليل للمساء رح يكون بالزبط. كمان في كمان مثل عرض افتتاحي او عرض كمان يعني موازي شوي له، رح يكون بدار النمر كمان، رح يكون هاليومين في شيء بدار النمر هاليومين للفوتوغرافي للفوتوغرافرز بالتحديد. هيدا مصور من تشيكوسلوفاكيا كان جزء من الجروب اللي اسمه الماجنوم جروب نعم. وهيدا كتير رح يكون حلو اذا كنتوا موجودين بالبلد. طبعا بنرحب بكل الناس تيجي على دار النمر وتشوف هالاكزيبيشن هيدا. اكيد رح يكون وقت معين يعني، وقت صغير بس مزبوط. اكيد واحد اذا بده يستمتع بهال 1500 تقريبا عمل فني بده ينزل لحتى يشوفهم كلهم بهالمكان الواسع والحلو. مزبوط مزبوط. وهون كمان الدمج اللي عم تعملوه يعني بيروت ارت فير وايضا بيروت ديزاين فير، كمان بيروت ديزاين فير كمان، كيف عم بيكون يعني التوزيع بيناتهم يعني؟ في اعمال كمان مختلفه كمان بالديزاين فير اكيد كمان. اكيد الديزاين فير هو عباره عن ديزاين، واحنا التركيز تبعنا طبعا على المبدعين اللبنانيين بهالديزاين فير، ولسه بعضهم جايين من ميزون اوبجي. كان في فريق راح مع البيروت ديزاين فير على فرنسا على نعم. باريس، وابدعوا وجابوا جوائز معهم وراجعين ان شاء الله قريب، وهذا كله راح يكون عم بيتفرج بالبيروت ديزاين فير كمان ان شاء الله. بضمن الديزاين فير احنا حاطين اعمال فنيه، في واحد عمل كبير عم بيعملوه كرمال الديزاين فير حتى يصير في تنسيق ما بين اثنين، لانه نعم. اثنيناتهم يعني معمولين بذات الوقت واثنيناتهم بيشجعوا بعض. ف
يعني اكيد يعني لانه في واحد يفوت هون ويرجع يفوت هون يعني في يستمتع بالك يعني بالمعرضين 100%. مش انه يحس رح ينحرم من معرض اكيد من لا اكيد لا اكيد لا. خلينا نشوف تي في سي كمان للفير وبنرجع بنتابع الاسئله. Beirut Art Fair, the largest art exhibition in the whole region. Beirut Art Fair, it's 53 art galleries coming from 22 countries. It's also 250 artists and 1,600 artworks. From September 20th to 23rd, celebrate with us modern and contemporary art in all its splendor. Beirut Art Fair 2018 from September 20th to 23rd at Seaside Arena, New Waterfront. فاذا هون عم شوف التواريخ لهالمعرض اللي وكمان مثل ما قلت يعني عدد كبير من الجاليريز من الخارج وايضا من الفنانين أكيد. من لبنان بيه عنده ثلث الفنانين اللبنانيين. اذا بدنا نحكي كمان عن موضوع تقسيم تبع الاعمال الفنيه يعني لانه اوقات اشخاص بيقولوا نحن ما لنا اشخاص هواة فن يمكن اشخاص يمكن ما بيهمنا يمكن هيك معرض انما فعلا المعرض موجه لكل المجتمع لانه أكيد. واحد حتى لو ما عنده هالخلفيه الفنيه انما كل واحد يعني بيحب يشوف عمل فني بالنهايه أكيد. أكيد. وهيك بيطور مهاراته الفنيه بالنهايه صحيح. وكمان عشقه لانه عين بتلقط بتصير وبصير بيحب اكثر واكثر كمان هذا الشيء أكيد. ولو ما شفته هالنجاح ما استمر 9 سنوات مزبوط. كمان صحيح. المعرض احنا يعني في بقلب هذا المعرض كمان في عندنا في جزء اسمه ريفيلينج هذا جزء بنعمله كرمال الفنانين النهضه الشبيبه الجديده اللي بدهم يفرجوا اعمالهم ما بيقدروا ياخذوا بوث مثلا الجاليري تبعهم بيجوا على الريفيلينج هذا جزء من الفير برضه كمان بالفير في عندنا جزء اللي بسموه المودرن اللي هو الكلاسيك بينتينج نعم. وجزء للكونتمبرري في عندنا جزء كمان هالسنه هيدا عاملينه كرمال التصوير كرمال الفوتوغرافي نعم جزء كبير يعني التركيز تبعنا عليه فوتوغرافي لانه كل شخص صار مصور حتى أكيد غير أكيد. الفنان كل واحد معه تليفون صار هو مصور لحاله اكيد 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 في عندنا بعدين تكريم عاملينه للفنان العظيم بول جيراغوسيان موجود كمان باللي كنا نعمله اسمه ليبانون مودرن نعم حنكرم فيه بول جيراغوسيان على ذكر 25 سنه من موته وهذا كمان راح يكون في شيء اعمال كثير 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 حلوه وفي بوك لانشز راح تصير كمان من جزء من ضمنهم كتاب جيراغوسيان المونوغراف تبعه الجديد نعم في كثير يعني بدك تقولي اكتيفيتيز موجودين بقلب هالفير هيدي صحيح وحلو لانه مثل ما بيقولوا لما واحد بيرحل انما بيكون تارك ارث ثقافي كثير كبير كمان حلو واحد دائما يعني يكرمه ويتذكره ايضا خاصه وانه عائلته للفنان الكبير بول جيراغوسيان بعدها متابعه بكل هالمرحله بعد 25 سنه مزمين. على رحيله بعدها متابعه كمان دائما الدعم لاعماله يعني ما تركتها على جنب ما نسيتها انما دائما في لها هالقالب الحلو وهيدا الحلو اكيد انه العائله بتكفي والمجتمع بضل دائما بيتذكر وهيدا الشيء كثير اساسي اكيد احنا بنشجع كل اهالي الفنانين اللي للاسف مش موجودين معنا هلا ينشئوا هالمؤسسات هيدي اللي بتدعمهم واللي بتخلي ذكرتهم قدام الناس كلها وهذا الشيء كثير مهم واحنا بنرحب فيه ودائما بندعمه اكيد هيدا الشيء الاساسي بس قبل ما نختم كمان موضوع كثير مهم كمان كيفيه المشاركه كيفيه الدخول على المعرض وايضا كمان مثل ما قلت مذكور كل شيء جدول وكل الاعمال موجودين صحيح. على السوشيال ميديا. ميديا اكيد انما الدخول للمعرض كيف رح يكون الدخول بتيجي على المعرض وبيدخلوا العالم على المعرض سو الدعوه عامه الدعوه مجانيه للجميع بهالثلاث ايام بفتكر ايه الا الافتتاح الرسمي بس رح يكون اول يوم بالدعوات الخاصه صحيح نهار 19 هيدا رح يكون فاذا يعني عدد هائل من الفنانين وكل سنه عم تقدروا تحصلوا على اعداد اكبر وكمان فنانين متنوعين اكثر مزبوط في احنا متوقعين هالسنه فوق 32-33 الف زائر للبيروت ارت فير المساحه تبعت الارت فير كبرت تقريبا ب 45% من مساحه هذيك السنه تقريبا تضاعفت يعني تضاعفت بالضبط تقريبا تضاعفت فكرمال هيك في اهتمام كبير بهالفنانين هدول كلهم اللي جايين كانوا من برا او اللي كانوا من قلب لبنان بس هيدا كمان عم بيجيب كثير زوار على البلد صحيح لانه فعلا معرض بيتم انتظاره من سنه لسنه اكيد وهيدا الشيء المفتخر نحن دائما فيه انه دائما يزوروا لبنان ويتذكروا جمال أكيد. لبنان على كل الاصعده الفنيه الثقافيه الاجتماعيه وايضا السياحيه والخدماتيه اللي هي بتميز كل واحد لبناني منا وبنفتخر دائما فيهم
دائما نشدد عليهم. صحيح. شكرا كثير باسل، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك يا حلوه، ويعطيكم الف عافيه، واكيد تحيتنا لكل الفنانين ولكل كمان اشخاص اللي عم ينظموا هالمعرض من سنه. ميرسي لكم على الدعم. اهلا وسهلا، هيدا اقل شيء اكيد لنا. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق مع فقراتنا وضيوفنا ايضا، خليكم معنا.